طلب منا الشيخ عرفان اني اراقب احمد واشوف كل خطواته بالديره، وانا ساويت مثل ما طلب منا الشيخ ولحقت احمد لين شفته يملش جره. راقبته وشفته بعيني يحفر بالأرض ويطول السكين ويتطمن عليها. حينها شكيت بيه، وعقبها أخذ السكين عاود بيها للديرة. ظل يستنى للحين ما ضب الليل، وبعدها فات على بيت عقبة وحط السكينة بيه لجل تثبت عليها التهمة وتلزق بيه. وهذا كل اللي شفته يا الشيخ. ارجع يا أحمد وقعدها. بدك تعترف باللي سويته، تحلف اليمين وتكون مستعد للبشعة اللي تحرق لسانك إن كنت جذوب. أنا اللي قتلته. أيوة أنا اللي قتلته. قتلته بالسكينة اللي جبتها من بيتي من المدينة. هشام كان طماع، بحب المصاري كثير، كان دائما يضحك علي وياكل حقي، كان ينصب علي، وانا انا ما كنت قادر اعمل له شيء لانه هو كان شريكي، لكن حصته كانت اكثر من حصتي. كل ما كنت اجيه اطلبه اقول له اعطيني نسبتي، اعطيني حقي، اعطيني المصاري اللي عندك، يتحجج لي حجج كذابه ومش صحيح. اهلا احمد، كيف حالك؟ منيح اللي اجيت، دائما بتجي بوقتك. بدي اروح عند قبيلة الشيخ عرفان، بدي الم الديون، بلك رجعت بكمان قرش. بس انت وين؟ زمان ما شفتك. انت عارف وين؟ انا مش حكيت لك ابني مريض وبده علاج وتعبان كثير؟ بلشت فيه. لا اله الا الله. لا والله سلامات، ألف سلامة على قلبه. شو استفدت من ألف سلامة تبعتك هاي؟ أنا بدي مصاري، بدي مصاري عشان أعالجه، فهمت؟ وأنا يا أحمد من وين بدي أجيب لك؟ منين؟ ما أنت شايف الحال؟ شو ما هو الحال؟ الحال كويس، ما أنا شايف. تركت سمن فايتة، تركت سمن طالعة، وتركت جبنة، وتركت لبن، مليان، الوضع ممتاز عندك. صحيح، بس أنا هبيلة، بيضحكوا علي، اللي عنده جبنة فاسدة بديني إياها، واللي عنده لبن فاسد بديني اياه. بصل هون بفتحهم بلاقوهم خربانين بكبهم. انت بعدين معك يا رجل، خاف الله. انا إلي سنتين من بعت حلالي وشاركتك، ما اخذت منك مليم. اسمع ولا نصاب، اسمع، اذا ابني صار له شيء وربي لا اخذ وعك بيدي، فهم؟ حاولت معه وتوجيهته يا هشام، أنا محتاج مصاري وعندي ابن مريض. ما رضي يعطيني، وبعدها تعب ابني ومات، وفقدت ابني الوحيد. وقتها قررت إني أقتله وأنتقم منه وأخذ حقي وحق ابني. في يوم طلب مني أقعد مكانه بالدكان، لأنه كان بده يروح على ديرة الشيخ عرفان وديرة الشيخ حران يلم الدين اللي إله عند الناس. وأنا حطيت ببالي
إني ألحقه وأدوره والتقي بيه بمكان خالي ما بي حدا، أذبحه ما حد يدري عنه ولا حدا راح يكتشف مين القاتل أصلا. وفعلا أخذت السكين من بيتي وركبت الفرس ولعبته، لكن التقيت بيه على طاقة ديرتكم. هشام دهون. أحمد أنت إيش اللي جابك هون؟ ليش لاحقني؟ لاحقك؟ لاحقك بدي أخذ حقي منك. لاحقني لهون عشان الطالب بحقك. ما حكينا 100 مرة وقلت لك ما إلك عندي حق، منين أجيب لك أنا منين؟ يا واطي ترجيتك تعطيني حقي، أكلت علي فلوسي ورفضت تعطيني، قلت لك ابني مريض بدي أعالجه، أعطيني يا هشام فلوسي ما رضيت. ابني مات قدام عيوني وما قدرت أعالجه. أمانة الله ابنك مات، عظم الله أجركم، إن شاء الله طير من طيور الجنة. قضى الله. شو تقول؟ قضى الله يلي مات خاف من الله. بدي ألحقك إله حقي، هاي حق ابني. موت موت يا خازي. أنا أبدا ما كان بنيتي إني أتهم أي مخلوق، لكن عاد هيك صارت. يا وجوه الخير، الصحيح إنه ما بي مشتكي على أحمد، لكن ألزوم الحق والعدل ياخذ مجراه. أحمد، إن قتلت روح الله حرم قتلها إلا بالحق، من عندي ومن عند جويد الله واللي سبقونا بالحكم والعدل أحكم عليك بالموت.